وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وهلا بنكون وصلنا لفقره تقرير محلي اعدته زميلتنا هيا ستبوها، ويعني التقرير ومضمونه عن مؤسسات المجتمع المدني وحول اهتمامهم برياده الطلبه في الجامعات الاردنيه. لهيك نستعرض التقرير التالي وراجعين. كرمت مؤسسة إنجاز والسفارة الهولندية المبادرات والمشاريع الريادية الفائزة بالمسابقة الوطنية للريادة المجتمعية على مستوى الجامعات خلال الحفل الختامي للرياديين المشاركين في برنامج نحن قادة المجتمع. احنا قلنا بنشتغل مع طلاب الجامعات من 2000، هي سنة 17. أحد أهم برامجنا بالجامعات هو برنامج نحن قادة المجتمع، اللي بنسعى من خلاله لخلق الشخصية الريادية القيادية الفعالة اللي عندها شعور بالمسؤولية، اللي بتشوف المشكلة وبتحاول تلاقي لها حل، وعلى أساس هذا الحل بتحط خطط وبتنفذ مشاريع تنموية إلى آخره. حيث تعتبر المسابقة الوطنية للريادة المجتمعية من أكبر المسابقات الشبابية على مستوى الجامعات، وتهدف إلى تعزيز طاقات الشباب وبناء قدراتهم الريادية وخلق أجواء تنافسية بين أصحاب المشاريع والمبادرات. نعمل على جمع تبرعات الشعر من اللي حابين يقصوا شعرهم بأطوال يعني 15 سنتي أقل إشي، نجمعهم كل 4 خصال 6-7 ممكن توصل، تعمل باروكة واحدة ونتبرع فيها لمرضى السرطان. فجاءت عملجي كفكرة أنه ننظم عمل الشريحة العمالية في الأردن بحيث أنه نوفر الوقت والجهد والمال على الباحثين عن أصحاب المهن. مبادرتنا بتتمحور فكرتها عن إنتاج مصدر جديد من مصادر الطاقة الحيوية، وبيعتمد بالأساس على فكرة إعادة تدوير المخلفات الخشبية، وبإضافة أنه إحنا ابتكرنا لها أضفنا لمستنا وابتكرنا لها مادة سيلوزية بتزيد من فعالية احتراقها. ويتم تطبيق المسابقة في كافة الجامعات والكليات بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني. يعني الاهتمام بالشباب والاهتمام بالمبادرات القائمة دائما على نحكي استثمار الوقت الموجود عند طلبة الجامعات، وهو هذا يعني المفهوم اللي احنا كنا نادي فيه دائما، اللي هو استثمار وقت الفراغ اللي ممكن يكون احد عوامل ما يسمى بالعنف الجامعي او يعني المشاكل اللي ممكن انها تكون موجودة في بعض الجامعات، لانه وقت الفراغ او الفراغ بشكل عام بسبب وجود مشاكل معينة، سواء كانت مشاكل واقعية او قد تكون مشاكل نفسية، لأنه فعليا وقت الفراغ بخلق لك مجال بأنه تصير تفكر بمواضيع معينة أو يتهيأ للشخص مواضيع معينة أو يرجع يفكر بممكن تحديات أو مشاكل مرأ فيها في يعني في وقت سابق. هذا الأمر اللي بيعزز عنده شعور ممكن اللي هو شعور مغاير عن يعني المشاعر الطبيعية للمجتمع أو سواء مشاعر ضد الغير. لهيك دائما الاستثمار بوقت الفراغ بما يخدم مصلحة الشخص أو ما يخدم أيضا صقل الشخصية وتعزيز المعارف والمعلومات لدى الإنسان، لأنه هذا الشيء بيزيد من ثقافة الشخص، بيزيد من الوعي والمسؤولية لإله، وخصوصا لما يكون في موجود مؤسسات مجتمع مدني بالأردن ودورها أكيد يعني يثمن ويقدر، وإحنا دائما يعني بنقدر جهودهم نحكي لهم يعطيكم ألف عافية، لأنه المؤسسات المجتمع المدني أكيد بالتعاون مع الحكومة دائما تسهم مع الجامعات لتحسين أوضاع الطلبة الفكرية والعقلية وأيضا الشخصية، لأنه العلم نعم مهم والشهادة مهمة، لأنه إحنا عم نحكي عن زي ما حكينا بداية هو سلاح سلمي موجود معنا في جيبتنا لحتى نستخدمه لما يعني قد نتعرض له من مواقف في حياتنا المستقبلية، لكن أيضا الثقافة والمعرفة والمهارات هي أكثر ما يتم الطلب عليه في سوق العمل. إذا أنت شو ما كانت شهادتك عالية سواء بكالوريوس أو ماجستير أو PhD دكتوراه، المهم كمان يكون عندك مهارات ومعرفة وثقافة لحتى تقدر تتعامل مع سوق العمل ومع الزملاء ومع الفريق، لأنه هذا مهارة جدا مطلوبة وجدا مهمة. كيف نتعامل مع الآخر، كيف نتقبل الآخر، وكيف أنا أبرز مهارتي وأتميز عن باقي الزملاء الموجودين لعني، حتى أنه الواحد يكتسب من خلالها معرفة ويقدر يتطور وياخذ مراكز عليا موجودة في مكان عمله. لهيك الاهتمام جدا مهم، وأنا بصراحة بنصح جميع الطلبة وجميع حتى الموظفين والعاملين أنهم ينتسبوا لمؤسسات مجتمع مدني معنية بالمجال اللي هم موجودين فيه، يعني سواء اللي بيشتغل بالهندسة في مؤسسات مجتمع مدني معنية بهذا المجال، اللي بيشتغلوا نحكي بالإعلام هناك مؤسسات مجتمع مدني معنية بمجال الإعلام، و
يعني نقيس على ذلك على جميع التخصصات وعلى جميع الاهتمامات أيضا اللي إحنا بنكون مهتمين لها. لهيك العلم والثقافة هما خطان متوازيين لا يمكن أن يتقاطعا، والمهارة أيضا هي يعني مع العلم والثقافة ثلاثة خطوط لا يمكن أن يتقاطعا، جدا مهمين يكونوا موجودين معنا في مساقات حياتنا لحتى نقدر نتطور ونقدر نحصل ونحقق الأحلام والطموحات اللي إحنا أكيد نسعى لإلها بشكل يومي. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل ونعود لنكمل معكم باقي نصف ساعة على حلقتنا، خليكم معنا.